صراحة أجواء اللي عشناهم اليوم ماشي حاجة اللي بزاف، يعني واحد ستريس واحد الخوف زعما في وقت ديال الماتش. يعني حنا كنا تيق كعائلة ديال اللاعبات، بطبيعة الحال كتكون تيق فيهم، تيقين فيهم لواحد الدرجة ما كتصورش، رغم أن الحظوظ كانت ضئيلة. كنا تنقولوا أنهم راه قدروا ما يدوزوش، راك عارف تيكونوا بعض الحسابات اللي تيقولوا مثلا هما بحكم أنهم ما عندهمش تجربة قبل، وزائد ان الفرق اللي جاو معاهم في الجروب بحال مثلا المنتخب الالماني، المنتخب الكولومبي، وكذلك المنتخب الكوري الجنوبي، يعني كي عندهم خبره انهم ديجا لاعبين في لاكوب دي موند، ديجا لاعبين، وحتى في الترتيب او التصنيف ديالهم العالمي مصنفين من الاولين. يعني حنا كنا تنقولوا حظ امام تقدر ما تدوز، فهمتي؟ ولكن كانت عندنا الثقه في البنات، ديك الثقه اللي خلاتنا نبقاو متشبشين بالامل انهم يدوزوا حتى لاخر دقيقه. والحمد لله رغم التعثر ديالهم في مع المانيا بالسرزارو، من بعد الحمد لله من بعد الماتش ديال كوريا الجنوبيه قدروا انهم يربحوا، واخا بهدف انه ذاك الهدف راه من حنا ثلاثه ديال النقاط. من بعد كذلك الماتش الثالث كذلك قدروا يتفوقوا على كولومبيا المصنف 25 عالميا، واللي قدر انه هو يتغلب على المانيا وكذلك على كوريا الجنوبيه. يعني قدروا هما تبارك الله وصلى الله عليهم كفارق كامل انهم يتغلبوا عليه، وهذا الشيء اللي عطانا الانتصار ومنحنا بطاقة المرور للدور 16. وبالنسبة للتواصل ديالي معاها فراه ضروري كنتواصل معاها قبل الماتش، كنتواصل معاها من مورا الماتش. بطبيعة الحال خص يكون تحفيز، خصك ترشدها، ضروري انك تقدر مثلا تكون مبلطة ولا شي حاجة، تقدر تعاود ليك، تقدر تقول لك اي حاجة مثلا. المهم ما بس داك الضغط ما يبقاش عليها وصافي، يعني الضغط ماشي ديال التيران، المهم الضغط ديال شي حوايج ربما اخرين انهم يقدروا يخليوا انها تنصرف، تصرف الفكر ديالها على المباراه. الاختيار ديالها لكره القدم كنقول لك ما جاش ان ماشي زعما نقول لك داكشي ديال المدرسه، انك كتمشي كتشكرا كتعلم، انك بحال قلتي انت كتبحث على ديك الحاجه، هي العكس، هي بحال قلت الكره اللي جات لعندها. حنا في الصغر كتعرف في الاحياء الشعبيه كنا نلعبوا مع بعضياتنا، بحكم انني ما كبرتش منها بزاف، يعني ما كبرتش عليها بزاف، يعني فارق السن كان قريب بيناتنا، يعني كنا متفاهمين بزاف، كنا نلعبوا نلعبوا انا ويا مجموعين، خرجوا مجموعين، يعني هذا الشيء اللي خلاها انها تجذب البالون. ومن بعد بقيت كان من بعد انا يا زيد دخلت معايا بطبيعة الحال دخلت النادي اللي كنت كنمارس فيه، واحد اللحظه انا ما كتبش لي الله انني نكمل، بقات هي يا بقيت مسانده. دازت واحد المده اللي تقريبا عام عامين، بديت كنقول لها خاصك تخرجي، خاصك كذا، خاصك كذا، هادشي ماشي ديالنا هادي. مي حنا باقي كي كنقول لك ديك الساعه كنا باقيين صغار، يعني تقريبا نقول لك في 2010 2011 بحال هكاك، هي في ديك الوقيتة اصرات قالت لك لا خصني نبقى نكملها في الكورة ديالي. ديك الساعة اصلا كانوا البنات كيلعبوا قلال اللي كيلعبوها. الحمد لله بالنسبة لابناء الحي، بحكم ان الحي ديالنا في مدينة الدار البيضاء اللي هو حي الناسيم، ماشي حي كبير، فهمتي؟ يعني كلشي كيعرف كلشي، بحال قلتي كي كنقول لك دار فيها عائله، كلشي تعرف كلشي. يعني حتى ملي كانت كتمشي لونطريمون ما كانتش كتلقى داك العائق ديال ان راه كل واحد جاي من بلاصه، ولا غتلقى شي مشكل مع شي واحد. يعني كيتلاقاو في لونطريمون، كيتلاقاو في الدرب، يعني مجموعين مع بعضياتهم، هي كانت كتمارس تقريبا بوحدها وسط الدراري كاملين، كانوا ولاد الدرب كاملين، كانوا خوت، كنا كنعرفوا الوالدين ديالهم، كانوا تيعرفوا الوالدين ديالنا. هادشي اللي سهل على الماموريه، زائد ان المدرب ديالها اللي مارست عندو كرة القدم لمدة 6 سنوات اللي هو السيد مهدي بيفو، اللي كنوجه ليه الشكر من هذا المنبر، أنه كان ماشي غير كان مدرب، يعني حيت كاين مدرب ديال الكرة كيعطيك غير الكرة، ولا جبتي مشكل لشي لعيبة يقدر يدور فيك، لا هذا كان بمثابة مدرب، بمثابة الأخ الكبير، يعني كان كينصحهم أي حاجة مثلا شي مشكل عندهم كيشرحو لي، يحاول يحلو معاهم. هادشي اللي كون فيهم حتى واحد الشخصية مربية، كي كنقول كنقول حنا المغاربه، فهمتي؟ وشخصيه عندها ثقه في النفس. ان شاء الله المباراه ديال المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي ما غاديش تكون سهله، ضروري غادي راك كتعرفوا ان المنتخب الفرنسي منتخب قوي، وهو مصنف دائما العشر الاوائل
في التصنيف العالمي للفيفا، يعني ضروري غادي يكون صعيب بزاف، غادي يخلق اللاعبات عدة مشاعر. ولكن احنا متأكدين ان المدرب رينالد بيدروس غادي يدير خطة ان شاء الله اللي غادي تخلي اللبؤات ديالنا اتقالت كي كنقولوا على المكانة ديالهم في ربع النهائي، بحكم انه جاور عدة لاعبات بل هو اغلبية لاعبات المنتخب الفرنسي لما كان مدرب ديال فريق اولمبيك ليوني. وهذوك اللاعبات تقريبا هم جلهم كيلعبوا تقريبا في المنتخب الفرنسي، يعني هو تقريبا عارف النقاط ديال القوة ديال الفريق الخصم. كنتمنى لكم خير ان شاء الله، وان شاء الله يجيبوا التأهل للربع النهائي ويفرحوا المغاربة ويفرحوا ملك البلاد محمد السادس نصره الله. وشكرا لكم.